الظروف والأوضاع الحالية مو بس ظلمت الشاب، فكمان البنت انظلمت. فاليوم في كتير قصص حب ولكن مع وقف التنفيذ، فلا الشاب عم يقدر يلحق ولا البنت عم تقدر تصبر، وخاصة لما تشوف رفيقتها أو بنت عم انخطبت. يا ترى اليوم ممكن البنت وأهلها يتنازلوا عن شوية متطلبات ليمشوا الحال، ولا البنت بتقول لا هذا حقي وممكن تفضل الشاب الغني الجاهز ولو كان مو عن حب؟ خلونا نشوف شو حكون للبنات. كم مرة بتسمعي باليوم ايما بدنا نفرح فيكي؟ يوه ما بسمع بنو ابدا. ايما بدنا نفرح فيكي؟ ما بعرف 100 مليون. ايما بدنا نفرح فيكي؟ لا مو فاكر الموضوع ابدا. ليش؟ دمار لانه الموضوع بصراحه بهالوقت. طيب انت هذا السؤال كم مره بتسمعي باليوم؟ كثير. يا رب تفرحوا بسفري اليوم. كم مره بتسمعي هذا السؤال باليوم؟ ما كثير بسمعه ابدا. لا والله انا كل يوم فرحانه. امتى بدك تعال نفرح فيه؟ لا قصدي انه تتزوجي وترتبطي. هلا ما بفكر قبل ال 22. ما عندي جواب ابدا. لا كل يوم كل ثانيه كل دقيقه. على الفطور وعلى الغداء وعلى العشاء كل وقت. طولة كتير. جاهزه هلا فورا؟ فورا امشي. موجود العريس؟ اي موجود. موجود؟ طيب فرجيني. خاطر بس خلص دراسه ما بعرف بس يجي النصيب. إذا حبيتي شاب وكان فقير ممكن تقبلي فيه؟ ايه حتى لو كان فقير؟ في حدا بالأيام مرفقي؟ طيب حضرتك مرتبطة؟ هلا مو شرط انه يملك شيء بس لازم يكون يقدر الوحدة. وعرفت علي كيف؟ بحتفظ بحق الرد. سيارة بيت قصص؟ لا لا مو هيك ابدا. اخلاق اكيد كرم وهذول الشغلات يعني بيغنوا يكون رجال بس. الاخلاص هي اهم شيء. بيت هذا كله بيجي بعدين. يعني اقول لها منها بيت مثلا؟ بيت ما راح اقول لك سياره، ما راح اقول لك كل يوم بدنا نطلع والله مشوار، لا انه بيت. اقول لها منها زنقيل صريحة. طيب إذا ما هو زنقي لكن يكون حلو اتعتر أنا وياه أخذ أندبوري حلو زبطت هيك. عادي هو أول ما حكينا ما كان عنده بيت يعني. نطرنا لا صار في بيت عدين خطبنا. شهادة ماديات؟ ماديات يعني أكتر شي بيت. يعني الزلمة بنحبه بس ما عنده بيت، شو بنعمل معه؟ ننطره. شو الطلبات الأساسية لازم تكون موجودة عند زوجك المستقبلي؟ يكون غني. يكون غني؟ طيب إذا حبيتي واحد ما له غني؟ عادي. ممكن تصبري معه حتى يصير غني؟ أكيد. لا الزوجة من العادة. لا الشاب اللي بحبه. يكون رجال هذا أهم شيء. أنا هاد أو هاد. الموضوع المادي. تصبري معه الخبزة والزيت. لأنه إذا كان رجال بيقدر يساوي شيء. تأمنوا. ما عندك مش بيت يعني؟ لا قلة شي بيت. وإذا ما الواحد بيصبر مشانه بس البيت أهم شي يعني. وإذا ما عنده بيت؟ لا لا ما في يعني. هلا البيت ما في. هلا هو أنا مو أكيد ما رح أقول لك ولا لكل العالم إنه لا ما في بيت. لا أنا الحمد لله وضع في بيت بس ظروف شوي في شوية ظروف. إيه بس إنه ممكن تتنازل إيه بهيك وضع. إيه ممكن ومع الأيام ممكن يتحسن الوضع. إيه اليوم عم نشوف كتير شباب وبنات إن تزوجوا عم يكون في حالات طلاق سريعة. ليش؟ لأنه ما في تفاهم. ما في؟ ما في تفاهم. سبب تاني غير التفاهم مثلا الوضع الاقتصادي ممكن يكون له سبب؟ أكيد. طيب إذا واحد إذا هذا حبيبك قال لك أنا ما حسوي لك عرس شو بتكون ردة فعلك؟ قلك ولك. لانه اول ما بيفكروا يرتبطوا ما بيفكروا بالتفاهم، بيفكروا بس انه خلص رح نرتبط وبس.
ما في خطبة مطولة، ما في تفاهم أو تسرع باتخاذ القرارات. أن الزواج المبكر هذا أكثر شيء، البنات أنه طالبات جامعة يعني هلا عم نشوف 2004 2006 هذا كثير سبب، هاي البنت ما أنا ناضجة ما بتعرف تفتح بيت، يعني ما بعرف شو بدي أحكي لك، أنه هذا يمكن أكثر سبب هاي حالات الطلاق، ونادر كثير الاقتصادي لأنه ما بيكونوا متأكدين من هالقرار، يعني على أساس أنه بحبه وبتحبه، بعد فترة بيأمن عليها بالبيت بيروح بيخونها مع الثانية. هلا اغلب الناس صارت عم تاخذ مشان مصاري ماديات، بجوز اخذين بعض زواج عيني هذا كثير، يعني بجوز ما عم يتفاهموا كمان، يعني ما في او مو عن حب هيك. حسب اخر احصائيه 430 الف بنت فوق سن 30 بمدينه دمشق هن اليوم ما نوم متزوجين. احنا اليوم نزلنا على الشارع لحتى نسال البنات وما نظلمون، هل يا ترى انت اذا حابه شاب فقير ممكن تصبري معه، ممكن تتحمليه، ممكن تنطري؟ معظم الاجابات كانت انه ايه ممكن، وفي ربع كمان قال لا. هاي الجملة القرار اليوم نكتبها، انا شاب سعيد ومستعد للزواج، بتمنى كل شباب البلد يحسوا فيها عن جد بالمرحله الجايه.